تكلم عنها للمضافين الجدد. طبعا الحوض هذا عندنا ارتفاع بلكة واحدة، ونقول الأفضل لو تركته بلكتين. هذا العرض تقريبا مترين وهنا مترين. الكيس يجي عرضه هذا 5.5، الكيس حق البيوت المحمية 5.5، يعني مع الدفن مع هذا يصفي هنا مترين وهنا تقريبا مترين. هذه بلكة قاطع ما بينهن. العرض حنا نقول لا تعرض زيادة علشان تقدر تحكم تظلل عليها بعدين بالصيف وبش تدف فيها. البعض يسأل هل لازم بيت محمي؟ ما هو لازم ولا أنت مجبور بالبيت المحمي، ما تحتاج. كذلك في ناس تسأل هل أقدر أعتمد عليها لحالها؟ حنا خلينا السمك هو اللي يعتمد عليها لحالها، علف للسمك وما شاء الله أموره تمام ومية بالمية. ولكن حنا نخلط للدواجن من الأعلاف الثانية، يعني نعطي تقريبا من الأزولة تقريبا 30-35% والباقي أعلاف. فما ننصح أن الواحد يتكل مثلا على علف واحد أو ورقيات أو برسيم أو غيرها، فنقول أضف علف سواء مركب أو إضافات من عندك. طيب وش الاحتياجات اللي تحتاجها الأزولة؟ أنا ما سويت شيء ولا عندي مكان. مثل ما ذكرنا ارتفاع بلكة، ولو كان بلكتين أفضل، يعني تخيل ان هالمساحة هذه فاضية، تيجي بس تسوي لك ارتفاع بلكتين بدون بنيان بدون اي شيء، بس تحط البلك فوق بعضه تخليه سيدة. بعدها اي فرش عندك قديم، لو تلاحظون هنا اللون برتقالي هذا شراع قديم، تفرشه تحت بس عشان الكيس هذا ما ينخرم عليك ويسرب ماء. بعد ما تفرشه بعدين تفرش فوق هالكيس، الكيس ما يكون مشتد، تفرشه وتعبي ماء، تضيف السماد البقري المعالج حراريا تحصله بالمحلات الزراعية، تعبي بعد ما تعبي المتحركة وتضيف الأزولة، بس تأخذ الأزولة بالشكل هذا وتضيفها. صلى الله وبارك. بالصيف ظلل عليها، بشتة دفها إذا المنطقة عندك باردة بالكيس هذا. البط ممكن تزيد نسبة التعليف منها إلى 50%، وما شاء الله تاخذ منها وتبدا تمدد. يعني احنا الان نبغى ناخذ قدام عينكم من هالكميات كثافتها وترجع تسكر ما شاء الله. حتى اللي تاخذ هالكميه هذه ممكن بكره او بعد بكره ما كانك شلت منها اي شيء. هذه المنطقه اللي اخذنا منها لو تشوفون، بس لأنها كثيفة هنية ومنضغطة زي ما انتم شايفين، بدأت بس تسكر. هذه بعد ما تشيل منها تبدأ تمدد شوي شوي، وحتى لو شلت كميات كثيرة بس تحرك المكان اللي ما أخذت منه اللي تكون كثافته بهالشكل هذا متراكم على بعضه، ويبدأ هو يتمدد ويسكر لك المساحات الفاضية. طبعا تزرعها مرة واحدة وتبدأ تكاثر عندك باستمرار. أي مكان تنقلها له ما عندك أي مشكلة، تأخذها تحطها بالأكياس السود عشان تحافظ رطوبتها، وإذا وصلت المكان نزلها بالحوض اللي تبغاه وتكاثر عندك. تزرعها بالسطح، تزرعها بالأسياب، تزرعها بأي مكان، أهم شيء مكان يحفظ الماء وتمر عليه إضاءة الشمس شوي بس. يعني ما أنت مجبور مثلا مزرعة ولا استراحة، حتى بالسطح تقدر تزرعها، على البلكونة بأي مكان. حتى لو كان عندك طيور بسيطة أو أرانب بسيطة أو بط بسيط عدد بسيط تزرعها عندك ما فيها أي مشكلة. سطح بالسيب بالحوش بالاستراحة بالأسياب ممتازة. واحتياجها للماء عملية التبخر فقط لا غير، لأن الماء يعتبر وكأنه يعني بحوض سباحة، يعني ما يطلع منه إلا اللي تبخر فقط، ما في شيء يشرب تحت. وإذا جيت تبغى تحصد منها مثل ما هو موضح، خذ على طول ووزع.
تقريبا الصبح أعطاهن وجبة من الأزولة الساعة تقريبا 10-9:30، فاحنا أخذنا كمية بسيطة عشان نصورها.